مؤتمر ويزدوم Global Islamic Mission الذي تقيمه شباب جناح الدعوة الإصلاحي لمسلمي كيرلا. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن الإسلام دين الخير للبشرية، وهذا الدين العظيم فيه محاسن عظيمة، ولا شك بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية لعموم الناس، والأدلة على هذه كثيرة. يقول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين. فهذا القرآن العظيم هو للثقلين، للجن والإنس، للأبيض والأسود، للعجم والعرب، فهي رسالة عالمية. يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الناس جميعا، إلى العرب والعجم، إلى الأسود والأبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله عز وجل لنبيه: قم فأنذر. وثم يختم بأنه نذيرا للبشر، فصلى الله عليه وسلم ونذير للجميع. ومن المعلوم أن رسالة الأنبياء السابقين جميعهم في أقوامهم، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي للناس كافة. والأحاديث كثيرة التي تدل على هذا الأمر أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أما رسالة الإسلام نسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم هذا، وأن يجعل مؤتمركم مؤتمرا ناجحا يحقق مقصده، وأن يحمل للناس هذه الحكمة العظيمة. وكلمة وزدم تعني الحكمة، ولا شك أن دين الإسلام هو دين الحكمة ودين العدالة ودين الأخلاق ودين التسامح ودين الوسطية، وهو خاتم الرسالات، وليس بعد دين محمد دين إلى أن تقوم الساعة. فهذا الدين للجميع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അതോടൊപ്പം വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കാനഡയിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകൻ